سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، هل هذا على سبيل الذم فيكون التطاول في البنيان مذموم؟ تطاول في البنيان مذموم من غير حاجة، أما تطاول البنيان للحاجة ما في بس، إذا كان لحاجة ما هو للمباهات لا بس، إذا كان للاستثمار والتأجير ما يخالف، ابن لك 10 أدوار أو 20 دور أو 100 دور ما يخالف، إذا كان للاستثمار والاستفادة ما هو للمفاخرة. نعم.